ميرور ماتيريال كابيتال انرجي اذر اكسبنسز. يعني دي كام حاجه؟ خمس حاجات. اول حاجه هتجيب اول حاجه هو اول حاجه البشر. هجيب البشر اللي مين فيهم؟ هجيبهم كلهم البشر. اول حاجه هو الليبر البشر اللي بتاع الاكتيفيتي الليبر ماشي بيساوي ايه؟ ممكن يساوي الاوتبوت كام؟ 3000. الانبوت بتاع الليبر كام؟ 600. بيساوي كام؟ بيساوي 5. صعب؟ نفس اللي عملته هنا عملوا ايه؟ للماتيريال بس الماتيريال هتبقى كام في المقام؟ 300. يعني الماتيريال هتبقى كام؟ 3000 على 300. طيب اللي بعدها اللي هي الكابيتال هتبقى كام؟ 3000 على كام؟ 800. طب اللي بعدها 3000 على كام؟ 150. اخر حاجه اللي هي اذر اكسبنسز هتبقى 3000 على كام؟ 500. حد عنده مشكله؟ حد عارف مش هنعمل ايه طيب؟ دي متاخر مش فاهم؟ طيب ده اول حاجه كمان. بعد كده قال لك ايه؟ توتال فاكتور برودكتيفيتي. توتال فاكتور برودكتيفيتي انا كده فوق هنا. نعملها ازاي بقى؟ حد يقول لي. اول مثال التوتال اوتبوت بكام؟ 3000 ناقص عشان قلت لك اي حاجه غير مكتوبها تحت. يعني هو مديني ست حاجات اللي تحت الايه؟ الليبر والكابيتال صح؟ يبقى فاضل ايه؟ الماتيريال بكام؟ 300. وايه تاني؟ 150. الانرجي 150. 75. الاذر اكسبنس بكام؟ 75. 5 مش 6. تحتك تكتب بقى الليبر بكام؟ 600. 800. زائد الاذر بكام؟ 800. صعب؟ يبقى الحاجتين دول تحت وقتهم تحت زي ما هم. بقيت الحاجات بحطها فوق في النص دول. حد عنده مشكله كده؟ طيب اخر حاجه هي اقول لها هي اللي هو التوتال برودكتيف. التوتال برودكتيف سوري التوتال بتساوي الاوتبوت. الاوتبوت اللي هو كام؟ 3000 على كل الانبوت. كل الانبوت اللي هو كام؟ 600 800 300 150 175. ده الانبوت بتاعنا كله وده الاوتبوت بتاعنا. الاوتبوت بتاعنا كله. حد عنده مشكله او سؤال؟ الموضوع تقريبا معقول ما فيهاش يعني هو بس صح؟ طب نخش على تاني اسئله. حد كده يحلها ويعني يفكر معانا كده. يبص على المسألة ويفكر أو يقرا أي حاجة. إيه عالي صوت ماشي. يعني بيعمل إيه؟ ده مصنع بتاع طاير بتاع الطابور العجل بتاع العربية يعني. ماشي. دي لا مش سايز. دي انواع ال يعني هو ممكن ما يديش سايز برضه. دي انواع بيعمل حاجه اسمها تراكتور تراك بس انت بعد كده في حاجه اسمها سكوتر عندك فبيعمل كذا نوع من انواع التراكتور العجل يعني. بيقول لك ان كل نوع من الاربعه دول كل نوع بياخد قد ايه في التصنيع؟ يعني مثلا اول نوع بياخد 10 دقائق، ثاني نوع مثلا بياخد 8 دقائق، انا مش شايف اول نوع 10 ثاني نوع 6 بعد كده 4 بعد كده 2. كل نوع بيديك هو بياخد قد ايه وقت عشان يتعمل. طيب بيديك ايه تاني؟ البيضه اللي تحت. طب البيضه اللي تحت بيقول ايه؟ مديك الجدول اللي تحت يا باشمهندسين الجدول التاني مديك تو جروب. مديك جروب واحد جروب اثنين. الجروب الاولاني بيقول لك ايه؟ نمبر اوف مان عدد العمال. بعد كده بيقول لك اور جروب اللي هو يعني بيعتبرها الشيفت او الورديه. ساعات المستويات. بعد كده بيقول لك البرودكشن اللي هو الانتاج. الانتاج بتاع كل نوع من الاربع انواع اللي هو مديهم لي فوق. يعني هو مديني فوق قد ايه؟ اربع انواع صح؟ مديك فوق كل نوع بياخد قد ايه زمن ومديك تحت في الجدول كل نوع بيتعمل له قد ايه؟ في الوقت اللي انا بشتغل اللي هو 8 ساعات. حد كده تمام؟ طيب نفس الكلام مديني في الجروب الثاني بس ارقام مختلفه شويه. يعني هو نفس عدد الاربعه 8 ساعات برضه بس الارقام مختلفه شويه. تمام؟
طيب احنا من شويه قلنا ان يعني ايه البرودكتيفيتي الاوتبوت على ان انا بشوف الانبوت بتاعي انا دخلت انبوت قد ايه الاوتبوت بتاعي خرج قد ايه فبس بالاوتبوت على الانبوت فين الاوتبوت بتاعي هنا المنتج يا باشمهندس.
ماشي. تالت حاجة 50 طيب. ودي مين؟ يبقى